السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة في برنامج شهاب ورابح المليون. نرحب بكم وأجمل الترحيب ونرحب بالفريقين المتسابقين ونتعرف عليهم. اسمك ماما ومدرستك؟ الاسم ذي الفقار سعد عودة، المدرسة مروج بغداد الأهلية. يوسف مرتضى منعم، المدرسة مروج بغداد الأهلية. قعدتك عادي ماكو داعي تتحرك. اسمك ماما؟ أحمد أنمار باسم محسن، العمر 12، الصف السادس الابتدائي في مدرسة مروج بغداد الابتدائية. أهلا وسهلا بكم، مدرستكم مروج بغداد الأهلية المختلطة. أهلا وسهلا بكم. ماما أنت اسمك ومدرستك؟ محمد بشير رشيد عباس، عمره 12 سنة، الصف السادس، المدرسة مروج الابتدائية. خلنا نتفق أصواتكم لازم عالية. صوتك. اسم محمد بشار مهدي، الاسم محمد بشار مهدي، الصف السادس الابتدائي، العمر 12، مدرسة مروج الخضراء الأهلية الابتدائية المختلطة. اسمي عبد الله سيف جدعان، العمر 12، الصف السادس، المدرسة المروج الخضراء الابتدائية. اهلا وسهلا بكم، مدرستكم اليوم المدرستين مروج، لكن مروج بغداد ومروج الخضراء. تمام؟ يلا. انتوا راح نسميكم بغداد وانتوا الخضراء. شو تقولون؟ تمام. اتفق؟ يلا. إذا مشاهدينا الأحبة، بعد ما تعرفنا على الفريقين المتسابقين، خلونا نروح نسمع لقوانين البرنامج وبعدها نرجع نكمل وياكم. 15 سؤال إلى المليون، ثلاث محطات، لكل محطة خمسة أسئلة. المرحلة الأولى 150,000 دينار، المرحلة الثانية 350,000 دينار، المرحلة الثالثة 500,000 دينار. تصبح بحساب الفريق عند الإجابة على جميع الأسئلة بشكل متتالي. يثبت السؤال الأخير عند عدم الإجابة بشكل متتالي. والمحطات الثلاث تتضمن وسيلتين للمساعدة، حذف إجابة وتغيير السؤال، بالإضافة إلى سؤالين للسرعة، الأول تحديد الفريق البادئ، الثاني في حالة التعادل. رجعنا من جديد مشاهدينا الأحبة ببرنامج شهاب ورابح المليون. طبعاً البداية من سؤال السرعة. سؤال السرعة ما عليه نقطة، لكن الفريق اللي راح يجاوب أسرع طبعاً إجابة صحيحة وسريعة. ودائماً سؤال السرعة مشاهدينا الأحبة يكون سؤال سلس وبسيط جداً، لكن السرعة هي اللي تتحكم بالإجابة. سرعتكم هي اللي راح تحدد الفريق اللي راح نبدأ وياه بالأسئلة. تمام؟ واضحة؟ يلا سؤال السرعة. السؤال يقول: ما هو عدد أصابع اليدين؟ خمسة. اليدين. اليدين. عشرة. خمسة. أنت جاوبت على الإيد الواحدة، إحنا قلنا اليدين فعشرة. تمام؟ راح نبدأ وياهم. هذا الشيء بس يحدد الفريق البادئ، تمام؟ فما نضوج. يلا. إذا مشاهدينا كانت الإجابة للمروج مروج الخضراء. نبلش وياكم بالأسئلة، مستعدين؟ مستعدين. المرحلة الأولى لكل إجابة صحيحة 30,000 دينار، لازم تجاوبون بصورة متتالية حتى تاخذون المجموعة كاملة. واضحة؟ مستعدين؟ يلا. مستعدين صوتكم؟ مستعدين. يلا. السؤال الأول لمدرسة مروج الخضراء يقول: أين يقع مرقد الصحابي بلال الحبشي؟ المدينة المنورة أم دمشق؟ ناقش ويا زملائك. دمشق. أنا أريد الإجابة بصوت عالي. دمشق. دمشق. ما يخوفكم من البداية؟ الإجابة صحيحة، صبقوا لهم. صبقوا بصوت عالي، انتم صبقوا. هسه نروح إلى مروج بغداد، مستعدين؟ معنوياتكم. يلا. السؤال الأول يقول: ما اسم المعركة التي استشهد فيها الصحابي عمار بن ياسر؟ معركة الخندق أم معركة صفين؟ الخندق.
لكم أسبوع 14 ثانية للإجابة الصحيحة. صفين. معركة صفين، اتفقتوا بيناتكم؟ عندكم معلومة؟ عندكم معلومة يعني؟ أما خوفهم صفقوا لهم إجابتهم صحيحة. نرجع إلى مروج الخضراء، شلونها معنوياتكم بعد إجابتكم على السؤال الأول؟ مرتفعة؟ مرتفعة. منو راح يربح المليون اليوم؟ إن شاء الله. أنتوا لو هم؟ إن شاء الله الفريقين يربحون، أنا أتمنى الفريقين يربحون ويانا إن شاء الله. إن شاء الله قاسموا بيها. يلا سؤالكم الثاني جغرافيا، والسؤال يقول: أين يقع خليج عدن، المحيط الأطلسي أم المحيط الهندي؟ خليج عدن. عندكم بعد وقت؟ المحيط الأطلسي. إجابة نهائية. شنو الإجابة النهائية؟ المحيط الأطلسي. استعجلتوا. عندكم بعد شان 17 ثانية للإجابة الصحيحة تقدرون تتناقشون بها. للأسف ما أقدر أغير إجابتكم، إجابتكم مو صحيحة، المحيط الهندي هي الإجابة الصحيحة. نروح إلى زملائكم. منضوج، معنوياتنا تبقى مرتفعة حتى نقدر نجاوب على بقية المراحل. يلا السؤال الثاني جغرافيا، شلونكم بالجغرافيا؟ زينين. إيش قد درجاتكم؟ 100. كلكم 100؟ ماكو واحد 99.9؟ زين. يلا السؤال الثاني يقول: ما اسم عاصمة موريتانيا؟ أسمرة، نواكشوط. عندكم بعد وقت 15 ثانية. نواكشوط. نواكشوط. عندكم معلومة؟ شلون؟ هل تعلم؟ ايه هم قالوا لي. هم قالوا لك. يلا شو تقولون؟ صحيح. صفقوا لهم العسل. سؤال مدرسة مروج الخضراء، سؤالكم علوم، شلونكم بالعلوم؟ زين. درجاتكم؟ هم كله ميات؟ ولا واحد عندكم 90؟ يلا خلينا نشوف. سؤالكم سهل، والسؤال الثالث من المرحلة الأولى يقول: ما عدد الأسنان اللبنية في فم الطفل؟ هل هي 15 سناً أم 20 سناً؟ لا تستعجلون وفكروا بيناتكم، وعندكم 15 ثانية للإجابة الصحيحة. 15. شو تقولون انتو؟ صح. صح. اتفقتوا بس للأسف الإجابة مو صحيحة، الإجابة الصحيحة هي 20. هاي المعلومات المفروض تبقى عندكم حتى تصير عندكم معلومات عامة، تمام؟ ما تنسوها. للفريقين لا تضوجون، معنوياتكم تبقى مرتفعة. السؤال الخامس إذا جاوبتوا عليه راح تاخذون مبلغ من هذه المرحلة، تمام؟ يلا سؤالكم علوم أيضا، من النباتات ذوات الفلقتين، التمر، الباقلاء. الفلقتين. باقلاء. 19 ثانية للإجابة الصحيحة، بعد عندكم وقت. باقلاء. الباقلاء. والتمر. تمر فلقة واحدة بس. شو تقول؟ صح. صح قولهم يعني. وصلنا للأسئلة الدينية، شلونكم بالدين؟ زين. إن شاء الله زينين. يلا السؤال يقول: كم كان عدد الحواريين أصحاب نبي الله عيسى عليه السلام؟
أصحاب نبي الله عيسى إيش قد عددهم؟ 10 مؤمنين لو 12 مؤمن. عندكم 11 ثانية للإجابة الصحيحة. 12. اخترت رقم من بين الأرقام الموجودة، ما عندكم معلومة؟ لكن اختياركم موفق، صحيح؟ سؤالكم دين، شلونكم بالدين؟ زينين الحمد لله. الحمد لله، يلا. السؤال يقول: أي قوم وعدهم الله تعالى بأن يتيهوا في الأرض؟ قوم عاد لو بني إسرائيل؟ 15 ثانية للإجابة الصحيحة. بني إسرائيل. بني إسرائيل وعدهم الله بأن يتيهوا في الأرض. وقوم عاد؟ لا. ليش اختارتوا بني إسرائيل؟ لأن قوم عاد كان نزلهم النبي هود وشفت قصتهم، ومو هيك يعني عذابهم. مو هيك عذابهم. وانتو شو تقولون؟ انا اشوف اجابتهم صحيحه، انتو شو تقولون؟ صبوا لهم. وصلنا للسؤال الخامس والاخير من هذه المرحله. اصواتكم، الاصوات كل فريق بحديث خلفي يعني يحشون يسولفون، نحذف من عدة نقطة. شو تقولون؟ جمهوركم ناخذ من عندكم نقطة، والكلام عليكم أيضا. أي أحد يسولف ناخذ نقطة. يلا السؤال الخامس، هذا السؤال إذا جاوبتوا عليه راح تاخذون المبلغ المخصص إليه اللي هو 30,000 دينار، لأن أنتم ما جاوبتوا على المرحلة كاملة بصورة متتالية. تمام؟ يلا السؤال يقول: ما معنى اللجام؟ اللجام هل هي حديدة توضع على فم الحصان أم طرف حافر قدم الحصان؟ اللجام. عشر ثواني للإجابة الصحيحة. راح أعيد لكم السؤال: ما معنى اللجام؟ هل هي حديدة توضع على فم الحصان اللجام، أم طرف حافر قدم الحصان؟ اللجام يعني إذا أشرح بعد شوية راح تبين الإجابة، ما أقدر أنطيكم إجابة للأسف. فالخيار عندكم، عندكم خيارين: يا اما حديده توضع على فم الحصان ام طرف حافر قدم الحصان، اختاروا واحد. فم الحصان. هذا جواب لو تسالني؟ جواب فم الحصان، حديده توضع على فم الحصان. شو تقولوا؟ غلط. اللجام. ما سامعين ماما باللجام؟ إجابتكم صحيحة. أخذوا فريق مروج الخضراء 30,000 على هذه الإجابة. للأسف بس 30,000 انتقلتوا للمرحلة الثانية، لكن بعد مروج بغداد بعد عندهم سؤال خامس ونشوف شو راح يجاوبون. سؤالكم سهل، سعيدين؟ نعم. السؤال الخامس والحاسم لهذه المرحلة فقط، يلا. السؤال يقول: ماذا يسمى صوت الخروف؟ ثغاء، رغاء؟ ثمنتاعش ثانية للإجابة الصحيحة. هذا السؤال يحدد
انتم راح تاخذون المرحله كامله لان اجاباتكم كلها موفقه كانت. راح تاخذون المرحله الاولى. يلا رغاء. ماذا راح اعيد لكم السؤال، ماذا يسمى صوت الخروف؟ ثغاء بالثاء لو رغاء بالراء؟ رغاء. رغاء. ما اقدر اغير اجابتكم. هذا السؤال في حال ما جاوبتوا عليه بصوره صحيحه راح تروح المرحله كامله. نعم. ما حتاخذون من المرحله لان هو هذا السؤال الخامس هو اللي يحدد تاخذون المرحله الاولى. نعم. للاسف اجابتكم مو صحيحه. ثغاء. ثغاء هي الاجابه الصحيحه. أنا عدة السؤال قلت عسى ولا علي يغيرون إجابتهم. ثغاء هو صوت الخروف. منضوج ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي اللي تحدد الرابح بشهاب ورابح المليون. إذا مشاهدينا الأحبة بعد ما انتهينا من المرحلة الأولى بشهاب ورابح المليون خلونا نروح الفاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم المرحلة الثانية. رجعنا لكم من جديد مشاهدين الأحبة في برنامج شهاب ورابح المليون والمرحلة الثانية. وصلنا بين الفريقين بين مدرسة مروج بغداد ومروج الخضراء، وطبعا البداية من مروج الخضراء لأنهم أجابوا على سؤال السرعة، فالبداية راح تكون كلها من عندكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مستعدين؟ والسؤال الأول من المرحلة الثانية يقول: أي مدينة كانت مركز خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ دمشق، المدينة المنورة، أم الكوفة؟ عندكم وقت 13 ثانية للإجابة الصحيحة، لا تنسون الوقت. كوفة. الكوفة. فكرت هواية الله جاوبته. بهذه المرحلة أنا نوهت لكم، قلت لكم والقوانين أيضا موجودة تعرفوها قوانين البرنامج. من المرحلة الثانية صار الفريقين يقدرون يستخدمون وسائل المساعدة اللي هي وسيلتين، حذف إجابة أو تغيير السؤال مرة واحدة لكل فريق. يعني أنتم تغيرون مرة سؤال ومرة تحذفون إجابة، وأنتم أيضا. تمام. هسه كانت إجابتكم الكوفة. أكيد هي الكوفة. مستعدين؟ سؤالكم الأول من المرحلة الثانية. والسؤال يقول: كم سنة عاش النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند مرضعته السيدة حليمة السعدية؟ هل عاش سنتين، أربع سنوات، أم ست سنوات؟ سبع ثواني للإجابة الصحيحة، الوقت ينتهي. اضغط الزر. سنتين. راح أعيد السؤال. كم سنة عاش النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند مرضعته السيدة حليمة السعدية؟ هل عاش سنتين أم أربع سنوات أم ستة سنوات؟ أنا ما أقدر أساعدكم والوقت انتهى، المفروض تكون إجابة نهائية. أربع سنوات. أربع سنوات. أريد الإجابة بصوت عالي. أربع سنوات. أربع سنوات. هاي ما اقدر اغير هالإجابة. بعد انتم بالبداية قلتوا سنتين ورجعتوا قلتوا اربعة. كم زين السؤال مو لكم، اجابتهم صحيحة. اربع سنوات هي الإجابة الصحيحة. الحمد لله غيرتوا اجابتكم. يلا سؤالكم الثاني جغرافيا. السؤال الثاني من المرحلة
الثانية يقول: أين يقع نهر الخابور؟ هل يقع على الحدود بين تركيا والعراق؟ أم الحدود بين سوريا والعراق؟ أم الحدود بين إيران والعراق؟ العراق تركيا، العراق سوريا، أم إيران والعراق؟ تركيا. تركيا والعراق. والعراق الحدود بين تركيا والعراق. أنا ما أقدر أغير إجابتكم. أين يقع نهر الخابور؟ كانت إجابتكم الحدود بين تركيا والعراق، وهي الإجابة الصحيحة. سؤالكم جغرافيا، راح تجاوبون لو لا؟ أكيد إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. السؤال يقول: أين يقع قضاء بلد؟ هل يقع في محافظة نينوى، محافظة ديالى، أم محافظة صلاح الدين؟ قضاء شنو؟ قضاء بلد. اضغطوا الزر عيدكم السؤال. اضغطوا الزر. أين يقع قضاء بلد؟ هل يقع بنينوى، أم ديالى، لو صلاح الدين؟ قضاء بلد. عندكم وسائل مساعدة الفريقين إلى الآن ما حد استخدمها، اللي هي حذف إجابة وتغيير السؤال. ديالى. قضاء بلد. أين يقع قضاء بلد؟ بديالى. تأكد. مخاف غيرت الخريطة، خريطة المحافظات. ليش؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة. يقع في محافظة صلاح الدين. سؤالكم علوم. هسه احنا نخلي الفريق الآخر يركز، فهدوء لا تتناقشون بيناتكم. يلا. سؤالكم علوم. والسؤال يقول: نوع من أنواع الزهور جميلة المنظر إلا إنها زهور سامة. هل هي زهور الجوري، أم زهور الدفلة، أم زهور النرجس؟ زهور سامة. الدفلة. ليش اختاريتوا الدفلة؟ زين. والجوري؟ هم نباتات طبيعية. ما ممكن أكو بعضها سام؟ سؤال سهل، كان المفروض تجاوبون عليه بصورة صحيحة. وبالفعل جاوبت. لا، أنا هذا التصفيق ما يعجبني. نسحب النقطة. يلا صفقوا. سؤالكم علوم. شو ضشتوا علوم؟ مو زين بالعلوم؟ ها، فرحانين زينين بالعلوم. يلا. والسؤال يقول: يعتبر التين الشوكي من ثمار شجرة السدرة، شجرة الصبار، أم شجرة البلوط؟ التين الشوكي. أول شيء هذا التين. شجرة السدرة أم الصبار أم شجرة البلوط؟ التين الشوكي. سدرة. الوقت راح ينتهي. سدرة. استعجلت بالإجابة، لازم تأخذ رأي زملائك. والله أخذت رأيي مني. رأيك منه لو رأيي منه؟ أنا أخذت رأيي منه. تمام. إجابتكم النهائية؟ إجابتهم النهائية هي شجرة السدرة. للأسف مو صحيحة. شجرة الصبار هي الإجابة الصحيحة. التين الشوكي من ثمار شجرة الصبار. بعد
عرفتها من الشوكي. عرفتها من الشوكي بس بعد هو اللي قرر ياخذ إجابة بالاتفاق بيناتكم، تعطوني إجابة نهائية المفروض. تتفقون على إجابة وتنطوني إياها. يلا. هسه سؤال فريق مدرسة المروج أو مروج الخضراء. سؤالكم دين. والسؤال يقول: ما معنى قوله تعالى: ويذهبا بطريقتكم المثلى؟ ما هي الطريقة المثلى؟ هل هي التنجيم، الربا، أم السحر؟ لا تستعجلون ولا تنسون وسائل المساعدة. عندكم وسيلتين مساعدة إلى الآن ما استخدمتوا واحدة منها. تنجيم. وسائل المساعدة ما استخدمتوا ولا وسيلة منها إلى الآن. ما أقدر أغير لكم الإجابة، للأسف إجابتكم مو صحيحة. الإجابة الصحيحة هي السحر. ننتظر على السؤال الخامس ونشوف إجاباتكم، إن شاء الله تكون الإجابات الأخرى موفقة. سؤالكم الرابع أيضا دين، والسؤال يقول: صلاة تصبح واجبة عند حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والكسوف والكسوف وغيرها من الكوارث الطبيعية، هل هي صلاة الحاجة أم صلاة الآيات أم صلاة الاستخارة؟ من ثواني للإجابة الصحيحة، الوقت رح ينتهي. الآيات. صلاة الآيات يعني مو صلاة الحاجة؟ يعني من يصير زلازل والكسوف والخسوف وأي ظاهرة طبيعية، كوارث طبيعية، يعني من تطلب النجاح تصلي الحاجة؟ والاستخارة. ماني ما أقدر أغير إجابتكم، تختاريتوا صلاة الآيات واختياركم صحيح. سؤالكم الخامس والأخير بهذه المرحلة، السؤال الخامس اللي يحدد راح تأخذون مبلغ من هذه المرحلة حتى ننتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة أم لا. وسائل مساعدة عشان اثنين لحد الآن ما استخدمتوها الفريقين. السؤال الخامس يقول: ما معنى كلمة الألمعي؟ الجميل، الذكي، الأمين. الألمعي. عندكم وقت طويل وعندكم وسائل مساعدة. تغير السؤال. السؤال سهل، اضغط الزر. السؤال سهل راح اجاوبكم عليه بس ما راح يحسب لكم، راح اغير لكم السؤال. ما معنى كلمة الألمعي؟ معناها هي الذكي. الألمعي هي الذكي. سؤالكم الآخر احتمال يكون أصعب. ما اسم عاصمة أوزبكستان؟ هل هي مسقط أم طشقند؟ طشقند. طشقند. عندكم معلومة؟ ما عندكم معلومة. ليش اختاريتوا طشقند؟ جاوبوني. لا على التعيين. من ضمن الخيارات ست مسقط اخذناها بالخامس، مو هاي الدولة. طشقند. يعني المفروض تقولون متأكدين احنا. إجابتكم صحيحة. أخذوا مدرسة المروج، مروج الخضراء، السؤال الخامس من المرحلة الثانية. أنتوا عندكم
أخطاء أيضاً بهذه المرحلة. إذن راح نشوفكم راح تأخذون السؤال الخامس من هذه المرحلة الأولى. والسؤال الخامس معلومات عامة أيضاً، يقول: من أسماء الأسد، من أسماء الأسد: الدخفل، الفراس، الهجرس. أسماء الأسد 13 ثانية للإجابة الصحيحة. عندكم وسيلتين مساعدة لا تنسوها. بس عيد السؤال. اضغط الزر. تغيير إجابة. تغيير السؤال؟ أي لو حذف إجابة. تغيير السؤال. راح أجاوبكم على هذا السؤال. من أسماء الأسد: الدخفل، الفراس، الهجرس. الأسماء هو الفراس. أما الدخفل فهو صغير الفيل، الدخفل صغير الفيل، والهجرس صغير الثعلب. هاي المعلومات للفريقين. تمام؟ سؤالكم لوسيلة المساعدة، السؤال يقول: أين توجد قناة أوستاكي؟ هل توجد في القلب أم الأذن؟ قناة أوستاكي، القلب لو الأذن؟ أوستاكي. يلا الأذن. قناة أوستاكي. المرحلة الثانية لكل إجابة صحيحة 70,000 دينار. أنتم ما جاوبتوا المرحلة كاملة بصورة متتالية، لكن جاوبتوا على السؤال الخامس من هذه المرحلة بصورة صحيحة وأخذتوا 70. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد ما انتهينا من المرحلة الثانية نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم المرحلة الثالثة. رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا الأحبة في برنامج شهاب ورابح المليون، ووصلنا للمرحلة الثالثة بين المدرستين، مدرسة مروج بغداد ومروج الخضراء. وأكيد البداية، بداية المرحلة الثالثة تكون من مروج الخضراء، لكن بقى للفريقين وسيلة مساعدة واحدة اللي هي حذف إجابة فقط. هتستخدموها لو تاخذوها وياكم للبيت؟ إن شاء الله تكون الأسئلة سهلة وما تحتاجوها إن شاء الله. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال الأول من المرحلة الثالثة لمدرسة مروج الخضراء يقول: في أي عام احتل الصهاينة دولة فلسطين؟ سؤال صعب. عام 1942، 1948، عام 1952. اضغطوا الزر. أعيد لكم السؤال: في أي عام احتل الصهاينة دولة فلسطين؟ 42، 48، لو 52. ليش اختارت 42؟ وثمانية واربعين. للأسف إجابتكم مو صحيحة. الإجابة الصحيحة هي 48. 1948. ما يصير عندنا أحباط، تبقى معنوياتنا عالية. لحد الآن إحنا ما واضح عندنا منو الرابح بشهاب ورابح المليون. المرحلة الثالثة هي اللي تحدد. تمام؟ يلا سؤالكم الأول، مستعدين؟ صوت عالي، مستعدين؟ نعم. سؤالكم الأول يقول: ما اسم المدينة التي دفن فيها الصحابي أبو ذر الغفاري؟ الاختيارات: القطيف، الربذة،
دمشق. بس عندي اختيارات. اضغط الزر. ما اسم المدينة التي دفن فيها الصحابي أبو ذر الغفاري؟ الاختيارات: القطيف، الربذة، دمشق. الربذة. ناقشت ويا زملائك؟ ناقشت وقالوا لي ما أعرف. ها قالوا لك ما نعرف وأنت اختاريت الربذة. ما أقدر بعد أغير الإجابة، هاي إجابة نهائية. عندك القطيف. ليش اختاريت الربذة؟ سامع بيها؟ لا. عليك يا الله. يا رب صح يا رب صح يا رب صح يا رب صح. صحيحة. السؤال الثاني. دائما تدعي هيك ماما؟ قولي يا رب صحيح؟ اي. حتى بالامتحان؟ اي. ان شاء الله دائما ندعي تطلع صحيحة. السؤال الثاني من المرحلة الثالثة والأخيرة، لكل إجابة صحيحة مشاهدينا الأحبة 100,000 دينار، لكن لازم يجاوبون بصورة متتالية على المرحلة كاملة حتى يأخذون المرحلة. السؤال الثاني جغرافيا، والسؤال يقول: ما اسم مركز محافظة ديالى؟ بعقوبة، الكوت، ميسان. ديالى. معش ثانية للإجابة الصحيحة. بعقوبة. بعقوبة. ليش اختارت بعقوبة؟ سامع بيها. مركز محافظة ديالى. ماخذيها بالاجتماعية. أخذتوها بالاجتماعيات. إجابتكم صحيح. سؤالكم الثاني. معنوياتكم عالية. كلي. الحمد لله. سؤالكم الثاني جغرافيا أيضا، والسؤال يقول: ما هو عدد السدود في العراق؟ عدد السدود 17 سد، 25 سد، أم 19 سد؟ يلا. 17 سدا، أم 25 سدا، أم 19 سدا؟ الوقت هو وسيلة مساعدة عندكم. 19. قلت لكم عندكم وسيلة مساعدة. والأرقام ممكن واحد يخطأ بيها. وعندكم أرقام قريبة واحد من الآخر. 17 و19 مو بعيد. كنت أتمنى تكون إجابتكم صحيحة. وبالفعل صحيحة. سؤالكم علوم. مروج الخضراء. سؤالكم علوم. خلينا ما نأثر على زملائنا حتى يخلي تركيزهم عالي. والسؤال يقول: ماذا يغطي جسم الفيل؟ الفيل: الجلد، الوبر، الشعر. الجلد، الوبر، الشعر. 13 ثانية، 10 ثواني. لا تستعجل، أخذ بنظر الاعتبار رأي زملائك اثنيناتهم. يلا تنطيني إجابة لأن ده أشوفكم مختلفين بيناتكم. الخيارات: الجلد، الوبر، أم الشعر؟ الفيل. جلد. هذا الخيار بعد خلاص إجابتكم ما أقدر أغيرها. كنتم مختلفين بيناتكم.
شنو الإجابة الثانية اللي كنتم مختلفين عليها؟ الشعر؟ وأنا شفت زميلكم كان مصر على الجلد. غير رأيكم بإصراره. إجابته صحيحة. كنتوا تعرفون الإجابة؟ هو كان الشعر. ست مدام أنا شوف عارفين ليش؟ زين السؤال مو لكم. قولوا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس عندكم وسيلة مساعدة لحد الآن الفريقين ما استخدمها اللي هي حذف الإجابة. خلينا يكون هدوء حتى الفريق الآخر يركز. يلا. سؤالكم الثالث علوم، والسؤال يقول: من الطيور التي تهاجر في فصل الشتاء؟ الطيور التي تهاجر في فصل الشتاء. أوكي. طيور الببغاء، طيور الحبارة، أم طيور الكناري؟ هدوء. وسيلة المساعدة والوقت لا تنسوا. أعيد السؤال. ببغاء. أعيد السؤال. لا. ما أعيده؟ خلي أعيدك. أعيد. من الطيور التي تهاجر في فصل الشتاء. الطيور التي تهاجر في فصل الشتاء. طيور الببغاء، طيور الحبارة، أم طيور الكناري؟ حبارة. غيرت الإجابة. ليش؟ لأن ببغاء. بس كانت إجابتكم بالبداية وقلتوا لي لا تعيديني السؤال كانت ببغاء. أيه. هاي النقطة لي مو لكم. ليش؟ شو تقولوا؟ إذا خطأ إذا صح. لا عاد أقول هي صح وأقول لكم غلط. شنو رأيك؟ جايين يفوزون يردون الخطأ إلي والصح لهم. شو تقولون أنتوا؟ ننطيهم الصح لو الغلط؟ صح. صفقوا لهم العيد. السؤال الرابع دين. معلوماتكم جيدة أنا شفت بأسئلة الدين أغلبها جاوبتوا عليها بصورة صحيحة. والسؤال يقول: سورة في القرآن فيها سجدتين، هل هي سورة النمل، سورة الحج، سورة طه؟ عندكم وسيلة مساعدة واحدة والوقت لا تنسوا. الوقت راح ينتهي. أعيد السؤال: سورة في القرآن فيها سجدتين، هل هي سورة النمل، سورة الحج، أم سورة طه؟ سورة الحج. إجابتهم صحيحة. صفقوا. سؤالكم الرابع دين. يلا. السؤال الرابع، سؤال ما قبل الأخير دين. عندكم بعد سؤال وتنتهي المسابقة. يلا. والسؤال يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. ما هو أول الوقت؟ هل هو النصف ساعة التي تعقب الأذان، أم ساعة كاملة تعقب الأذان، أم الساعتان اللتان تعقبان الصلاة أو الأذان؟ اضغطوا الزر. اضغطوا الزر. أعيد لكم السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. ما هو أول الوقت؟ هي النص ساعة اللي بعد الأذان، أو الساعة اللي بعد الأذان، أو الساعتان التي تعقب الأذان؟ نصف ساعة. نصف ساعة. نصف ساعة الأولى التي تعقب الأذان.
هذا السؤال عليه 100,000 دينار، وقلت لكم عندكم وسيلة مساعدة وانتم ما استخدمتوها. وسيلة مساعدة حذف إجابة، ماذا نحن هاي الإجابة؟ أحذف لكم إجابة؟ لا بالسؤال الأخير إجابة، طبعاً أحذف لكم إجابة خطأ، خو ما أحذف لكم الإجابة الصحيحة. شلون أحذف لكم؟ الخامس على السؤال الخامس. للأسف أنتم سرعتوا بهذا السؤال، ما فكرتوا ببقية الاحتمالات بصورة جيدة. حذف جواب؟ لا جواب ما يصير. بعد ما يصير جواب جاوبت، وبعد ما يصير أغير لكم. صبولكم وصلنا للسؤال الخامس والأخير من المراحل كلها، هي هاي المرحلة الثالثة وهذا السؤال الأخير. إذا كان أكو تعادل بيناتكم راح يكون سؤال سرعة أخير، فقط إذا أكو تعادل، إذا ماكو تعادل ما نحتاج لسؤال السرعة الأخير. سؤالكم الخامس والأخير يقول: ما هو الاسم الآخر لسعف النخيل؟ الليف، الورق، الجريد. حذف إجابة. أنتم متفقين حتى لا تعرفون الإجابة تختارون وسيلة المساعدة. سعف النخيل الاسم الآخر إلى شنو؟ نحذف الليف عندكم، الورق، والجريد. جريد. جريد؟ اختارت وسيلة مساعدة، حذفنا لكم الإجابة، لكن إجابتكم صحيحة. سؤالكم الأخير، أنا أشوفه كلش فرحان ماما للفريق الآخر. أنا أفرح من أشوفكم فرحانين بيهم يجابون، وهم حمينة. يلا سؤالكم الخامس والأخير، والسؤال يقول: ما اسم العملة الروسية؟ الين، الروبل، الجنيه الاسترليني. أكيد نحذف إجابة. الروبل. للأسف ما قلت صحيح، ما قلت صحيح، استعجلت وما اخذت رأي زملائك، وعندك وسيلة مساعدة، واحتمال يعني انت سامعة بصورة مغلوطة او نسيت المعلومة. يحرك لي بحواجبه يعني هو متأكد. ست لح يصير بي فشل كلوي على شاء الله قولي. راح يصير بي فشل كلوي. اجابتكم صحيحة. مشاهدينا الأحبة نروح إلى فاصل وبعدها نرجع نعلن وياكم الفريق الرابح بشهاب ورابح المليون. إذن مشاهدينا وصلنا إلى الإعلان بالرابح بشهاب ورابح المليون. يا ترى يا مدرسة من بين المدرستين، هل هي مدرسة مروج بغداد أم مروج الخضراء؟ تعال هنا يمي، وأنت أيضا ماما. خلونا نشوف الرابح اليوم بشهاب ورابح المليون. قدموا هنا. للأسف المفروض مدرسة واحدة تربح بشهاب ورابح المليون، نتمنى المدرستين يربحون، لكن الرابح واحد. وما نعرف يا ترى مروج الخضراء لو مروج بغداد. المتسابقين بالفريقين كانوا متفوقين الحمد لله، معلوماتهم جيدة الفريقين، مدرستهم تعبانين عليهم وأهاليهم تعبانين عليهم، بس تبقى هي مسابقة بها رابح وبها خاسر، وإحنا ما نسميه خاسر، ما حالف الحظ، بس ممكن يحالف الحظ بحلقة قادمة. إذن الرابح اليوم بشهاب ورابح المليون هي مدرسة
مروج بغداد. مروج بغداد اليوم ربحت ب 570 ألف دينار عراقي، لكن أكيد أكو هدية ترضية لمدرسة مروج الخضراء اللي هي 100 ألف دينار، هاي ثابتة لكل مدرسة لم يحالفها الحظ، لكن أكو هدايا. ألف مبروك ماما، معلوماتكم الحمد لله جيدة. ألف مبروك لكم، وهذه هدية الترضية أيضا. وأنتم ألف مبروك، كنتم مصرين على الفوز وفزتوا. شنو مشاعرك حاليا؟ فرح. ألف مبروك، صفقوا لهم. إذن مشاهدينا الأحبة وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقة جديدة ومتسابقين جدد، في أمان الله.